إلى عرضين قدمهما كل من قائد الناحية العسكرية الثانية وقائد اللواء 38 مشاة ميكانيكية، تضمنت الفكرة العامة ومراحل تنفيذ التمرين. وبالميدان الثاني للرمي والمناورة تبع صيد الفريق أول عن كثب مجريات التمرين الذي نفذ ليلا في ظروف قريبة جدا من الواقع وفقا للخطة الموضوعة وتماشيا مع الأهداف المسطرة والمتمثلة أساسا في صقل مهارات القادة والأركانات في تحضير وتنظيم الأعمال القتالية الليلية والتنسيق بين مختلف القوات، فضلاً عن إكساب القادة الخبرة في السيطرة على الوحدات من خلال تحقيق الانسجام والتنسيق والتعاون بين الوحدات والوحدات الفرعية وتمكين الأطقم من اكتساب مهارات أكثر في التحكم في منظومات الأسلحة، فضلاً عن اختبار الجاهزية العملياتية ومدى القدرة على تنفيذ الأعمال القتالية الليلية واختبار القدرة على التنفيذ الناجح للمهام الموكلة في مختلف الظروف. جوية حاسمة وسيطرة مطلقة. وبالتقدم الطويل كبيرة.
ولقد أكد تنفيذ هذا التمرين بصورة واضحة القدرة التي تتمتع بها الوحدات المشاركة في مجال التنفيذ الناجح للمهام المسندة، وكذا التحكم الجيد للأطقم في مختلف الأسلحة والمعدات الحديثة ذات التكنولوجيا العالية. ويؤكد أيضا التطور والجاهزية العملياتية التي بلغتها قواتنا المسلحة خلال السنوات الأخيرة. عقب ذلك عقد السيد الفريق أول لقاء تقييميا مع أفراد الوحدات المشاركة، حيث هنأهم على الجهود المضنية التي بذلوها طيلة سنة التحضير القتالي عموما وخلال تحضير وتنفيذ هذا التمرين على وجه الخصوص، كما أشاد بالنتائج المحققة المتوافقة تماما مع الأهداف المسطرة، وكذا مع طبيعة المهام الأساسية والحيوية الموكلة لهم في إقليم الاختصاص.